الرئاسي الفلسطيني الآتي من السلطة الفلسطينية الذي يضم أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية النائب محمد اللحام، النائب الدكتور عبد الرحيم برهم، الأخ الدكتور دواس دواس، والأخ نهاد عليا. أهلا وسهلا بكل الضيوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وبخير لفظ يجب أن يستهل كل حديث، فبسم الله دائما به نهتدي وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وكل النبيين وآلهم الطاهرين. منذ عقد ونحن نعمل على إرساء أواصر تواصلنا مع أبناء شعبنا في وطننا وأبناء أمتنا في الدول العربية وبالذات الأردن وسوريا ولبنان، ونواجه بالمنع والملاحقة من قبل سلطات بلادنا، والسماح والترحاب من أشقائنا الأردنيين والسوريين واللبنانيين. فلولا الموقف الوطني والقومي والإنساني لكم أيها الأشقاء بثقافة بصر وبصيرة لما تمكنا من كسر جدار عزلتنا وتحقيق تواصلنا. نحن في الداخل بأمس حاجة للتواصل وطنيا مع أبناء شعبنا، وقوميا مع أبناء أمتنا، ومذهبيا مع أبناء عشيرتنا، لنصون انتمامنا المستهدف. الطائفة العربية التونسية تعرضت إلى مس في صلب حقوقها حياتيا ووطنيا وإنسانيا على مدى عقود، دون أن نجد سندا نتكئ عليه، حيث فرضوا علينا ما لا ترغب به غالبيتنا. ينتمي الموحدون العرب الدروز إلى أعظم القبائل العربية الأصيلة، فنحن عرب أضحاك، ونحن أبناء هذه الأمة عرقا ومذهبا، كنا وما زلنا وسنبقى، ورغم كل الصعاب نحن أبناء فاطمة الزهراء، ونحن خلف شكيب أرسلان وسلطان باشا الأطرش وكمال جمهور. وطريقنا ستبقى طريقهم رغم كل الظروف العابرة، عاجلا أو آجلا. حقنا في التواصل مع أهلنا وزيارة مقدساتنا هو حق مقدس في الشرع الإلهي والشرع الإنساني، تماما كما حق كل الناس وكل المواطنين في الدولة يهودا وعربا. لكن الدولة سلبت هذا الحق منا منذ قيامها دون كل مواطنيها، وكل محاولاتنا منذ 15 سنة والتي بادر إليها وقادها الأخ المناضل سعيد نفاع ردتها الوزارات والمحاكم دون وجه حق. ولذلك كان لابد من أن نكسر هذا الموقف التمييز الظالم، وكسرناه. عندما ودعنا سوريا بعد زيارتنا التاريخية في أيلول عام 2007، وقف الأخ سعيد نفاع الذي قاد الوفد أمامنا وأمام ممثلي الدولة السورية وحضور سماحة شيخ العقل الشيخ أبو وائل حمود الحناوي الذي رافقنا مودعا وممثلا لمشيخة العقل في الجبل، قائلا وللحرف الواحد: طبعا سيستدعونكم للتحقيق بعد العودة، دبوها كلها في ظهري. إن هذا القرار الجائر بالحكم على المناضل سعيد نفاع بالسجن الفعلي تندرج ضمن الحملة السلطوية الموجهة ضد الطائفة المعروفية
وضد كل الحقوق المسلوبة منا، لأن هذه السلطة لم تعد تطيق سماع الأصوات التي تتعارض مع سياستها وناهجها العنصري. إن وقفة المتضامنين والمشايخ يجب أن تستمر وتتحول إلى وقفة شعبية واسعة لصد المد العنصري الذي يهدف إلى النيل من حقوقنا ومن وجودنا. ليس السجن أمنية، ولكن عندما يأتي ثمناً لحق عام ونتيجة خدمة إنسانية لأمتك وشعبك وأهلك يهون. فليس المناضل سعيد نفاع نادماً على ما فعل، إذ حقق للأم أن ترى أبناءها والأخ أن يرى أخاه والقريب أن يرى قريبه، وقبل أن يرحلوا رحيلهم هذا عن وجه هذه البسيطة. وليس سعيد نفاع نادماً أن حقق للمؤمنين القيام بواجب ديني من الدرجة الأولى. في الإنسانية بشكل عام وفي أمتنا وشعبنا وأهلنا أناس دفعوا رؤوسهم وسنوات طويلة من حريتهم ثمناً لحق مجتمعاتهم. فبدخول المناضل سعيد نفاع السجن على قضية التواصل سيضاف اسمه إلى هؤلاء الأبطال الذين سطروا التاريخ بمواقفهم وأقوالهم. وللتاريخ فإن جده من جهة أمه استشهد في معركة مسافري في الثورة السورية الكبرى وروى بدمائه الأرض السورية. وجده الأول نفاع كنعان نفاع كان سجنه الجزار سنوات طويلة إثر تصديه وغيره من رجالات الطائفة حينها لظلمه. وليس جزار اليوم بمختلف عن جزار الأمس إلا بالأدوات. قرار السجن بحق الأخ سعيد نفاع وإدانته هي ليست بشخصه، وإنما بأنه حقق لنا هذا الحق. ولذا فإنه قرار يمسنا جميعا في التواصل، فمن سينفر فعليا أمام أبواب السجن